أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله عند قوله في الاختلاف، قال: أفتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ ويتكلم على الاختلاف، وأن الاختلاف نوعان: النوع الأول اختلاف غير سائغ، وهو ما فيه دلالة، ما قامت فيه دلالة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا لا يسوغ فيه الخلاف. وأنا زدت وقلت: ولا يكون مذهبا لأحد، ولا يكون مذهبا لأحد، فلا يقال إن ذهب فلان إلى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا ذهب فلان إلى أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، ولا أن القراءة ركن من أركان الصلاة، قراءة مطلق قراءة، ليس هذا مذهبا لأحد، إنما هذا هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان محتملا سواء دل على معنى دلالة ظاهرة ودل على غيره دلالة مرجوحة، فهذا ظاهر، فهذا يمكن أن يقع فيه الخلاف، ويجتهد العلماء في الوصول إلى المقصد الشرعي أو إلى المراد، مراد الله. وما كان مجملا لم يتضح معناه، فيجتهد العلماء، يتوقف العلماء فيه ويجتهدون في الوصول إلى المراد، فبعضهم يصل إلى أحد الاحتمالات والثاني يصل إلى الاحتمالات الأخرى، وكل يدعم قوله بقرائن أو دلائل تدل على ذلك، فهذا يسع فيه الخلاف، وبعد ذلك يكون العمل في الترجيح. فقال، قلت، قال: أفتوجدني، يعني أريد مثالا آخر، قال: أفتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ قلت: نعم، وربما وجدناه أوضح، وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة، وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. وقال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهو هنا يريد أن يقول إن الآية الأولى فيها ظاهر، وهو قوله والمطلقات، فهو ظاهر عام في المطلقات جميعا، حاملا أو غير حامل، الحائل والمطلقات
يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال واللائي يئسن. ثم قال وأولات الأحمال. فأولات الأحمال عام من جانب، وهو يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجه. أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. وفي الآية الثالثة والذين يتوفون منكم أيضا عام في الحوامل وغير الحوامل. طيب، فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها 4 أشهر و10. طيب، في المتوفى عنها يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل. طيب، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد 4 أشهر و10 وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا. يقصد ببعض أصحاب رسول الله علي بن أبي طالب، كما جاء في رواية الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، وابن عباس كذلك يقول بهذا القول كما رواه النسائي في السنن، أن الحامل المتوفى عنها زوجها، هو الحامل وضع الحمل، والمتوفى عنها 4 أشهر. طيب، إذن الحامل المتوفى التي جمعت بين الأمرين، الحامل المتوفى عنها زوجها، يؤخذ من النصين معا أنها تعتد بأبعد الأجلين. فلربما يموت عنها زوجها وهي في آخر الحمل جدا، فيصلها الخبر فتفزع فتلد. طيب، يبقى كده خرجت من العدة قبل أن يدفن وهو على السرير، كما يقول الإمام الشافعي فيما بعد يعني يذكر هذا. ولربما تكون في بداية الحمل فتعتد بوضع الحمل، يعني تمكث 9 أشهر. فقال تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الآيتين، كل آية عامة من وجه، خاصة من وجه، كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة. براءة يعني إيه؟ يعني دلالة على أن الرحم خال من الحمل. خلاص، ما وضعت الحمل خلاص، براءة، خلاص صار الرحم غير مشغول يعني. وأن 4 أشهر و10 تعبد، يعني غير معلوم المعنى، يعني معلوم الحكم غير معلوم الايه؟ الحكمة، السر. وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي ب4 أشهر. يعني هو بيبين معنى التعبد، ان المتوفى عنها قد يعقد الإنسان على امرأة ثم بعد ذلك يموت قبل الدخول عليها العدة ولا لا؟ طب ما حصل مسيس ولا حصل دخول، هل تعبد؟ يعني هو يريد أن يؤكد معنى التعبد في الاعتداد ب4 أشهر و10. يعني ليست القضية قضية براءة الرحم فقط وخلوه من الحمل، لا، ده في عندنا معنى تعبدي آخر، فتعتد بأمرين، أمر معلوم الحكمة والسر، وأمر غير معلوم هو تعبد. قال وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي ب4 أشهر، وأنه وجب عليها، يعني أن الاعتداد يعني وجب عليها شيء من وجهين،
يعني بمجموع الأمرين الأربعة الأشهر مع وضع الحمل، إذ هما واجبان لا بد من الإتيان بهما جميعا. فلا يسقط أحدهم كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر. يعني في الحقوق المالية مثلا لو وجب على إنسان حقين أو وجب عليها حقان لرجلين فليس أداء أحدهما مغن عن الآخر. وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر، يعني وجب عليها حقين. قال وقال غيره، وهذا قول جمهور الصحابة، وقال غيره من أصحاب رسول الله: إذا وضعت ذا بطنها، يعني الحمل الذي إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير، اللي هو سرير الموت أو السرير، يعني السرير هو النعش الذي يحمل عليه الميت، مش السرير اللي هو اللي احنا بننام عليه بالمفهوم الموجود الآن، لا، السرير سرير اللي هو النعش أو المكان اللي. قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العد، أشبههما بالمعقول الظاهر أيا كان بقى أن يكون الحمل انقضاء العد اللي هو وضع الحمل. يعني قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه في الطلاق، كما هي في الطلاق تعتد بوضع الحمل، كذلك تعتد في الوفاة بوضع الحمل. يعني أخذ بعموم الآية التي في سورة الطلاق: وأولات الأحمال، يعني سواء كانت بقى مطلقة أو متوفى أو متوفى عنها زوجها، أجلهن أن يضعن حملهن. فجعل الشافعي الحكم هنا للسنة، جعل الحكم للإيه؟ لأن الآية محتملة لوجود عموم من وجه وخصوص من وجه إيه؟ من وجه آخر. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها وهو سعد بن خولة الذي مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه ومن الصحابة، وكان قريبا لها، يعني بينه وبينها قرابة، فقال: قد تصنعت للأزواج، لأنها خلعت ملابس الحداد، فلما لقاها خلعت ملابس الحداد يبقى كده كأنها بتقول إيه؟ أنا خرجت من العدة نمرة واحد، وإني اللي خرجت من العدة تلقائي تحل للأزواج. قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشرة. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله، فقال: كذب أبو السنابل. معنى كذب هنا بمعنى أخطأ، لأن الكذب هو عدم مطابقة الكلام للواقع، وأبو السنابل لم يطابق كلامه الواقع. يعني ليس معنى كذب إن هو
الكذب المحرم الذي هو تعمد تغيير الحقائق. ولما أخبر ابن عباس أن نوفل البكالي يقول إن موسى الخاضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال كذب نوف، كذب يعني أخطأ. وحتى نفهم كلام أولا الكلام في الشرع كلام الشارع، ونفهم كلام العلماء أيضا، فإنه لو قال أحد العلماء عن أحد العلماء كذب فلان، يعني زي ما قالوا في حينما عاد النبي، أراد النبي أن يعود سعد بن عبادة وكان مريضا، فمر على قوم من المسلمين والمشركين جالسين مجموعة كده يعني، فبعضهم قال يعني لا تعفروا علينا، أو الرسول كان راكب حمار، ف يعني اختلف الفريقان، وكان بعضهم مع حلف مع بعض الصحابة، فيقول نفعلن كذا، قال كذبت، يعني لا تستطيع، لا تستطيع أن تحقق هذا في الواقع، أن تجعل له صدقا في الايه في الواقع، كذبت لا أفعلن بك، كذا تقول كذبت، يعني ايه ما تقدرش يعني، فشوف كذبة تأتي بمعنى أنك لا تستطيع أن تحقق هذا في الواقع مستقبلا. والكذب أيضا عدم صحة الخبر في الواقع، ونفس الأمر في الحال أو في الماضي. والكذب هو تعمد تغيير الحقائق. فهنا كذب أبو السنابل. ولذلك أن بعض الناس تتعجب من قول بعض العلماء في الإمام الشافعي كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، يعني كان في بيه يعني كان يعني ايه يوم يصور لك الموضوع بقى ايه، عايز يزيط في الهيصة ولا يهيص في الزيطة، ويقول لك اهو شوف العلماء كانوا يلعن بعضهم بعضا، والنبي ليس باللعان ولا مش عارف ايه، ووصل الخلاف والتعصب للمذاهب، وده كبر لم ابد، يعني نخطئهم ويخطئوننا، نعاتبهم ويعاتبوننا، يعني هذا معنى، لأن يعني فيه تخطئة عتاب مثل هذا. فقال كذب أبو السنابل أوليس أو ليس كما قال أبو السنابل. شوف بقى فسر الكذب، الكذب هنا إيه؟ ليس كما قال، هو فيها قد حللت فتزوجي، فقال أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة. ده فقال إيه من يحاور الإمام الشافعي، ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة. عايز مثال آخر، السنة لم تحسم السنة الخلاف، أو لم تحسم السنة في أحد الاحتمالين، وهنا في احتمالين في الآيات، فالسنة حسم، قالوا لا 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 حجة لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطيني مثال آخر السنة ليست هي المرجح مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. فقلت له قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو يزيد، فإن فاءوا أي رجع، الفيء هو الرجوع، ومنه يطلق على الظل الذي في آخر النهار فيء، لأن الظل عاد بعدما أزالته الشمس، عاد في آخر اليوم، فإن فاءوا فإن رجعوا يعني عن قولهم فإن الله غفور رحيم.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عندنا إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، المولي اللي هو الحالف هذا، وقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق. يعني بعد مضي 4 أشهر نقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق. وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر. يعني أنه إذا مضت 4 أشهر ولم يعد فيها طلق عليه، يعني لا يوقف. لا نقول له إما أن، لا، مضي 4 أشهر هي كأنها هي عزيمة الطلاق. يعني لا نسأله بعد 4 أشهر إما أن ترجع وإما أن، نخيره بعدها، لا، هو مخير في أثنائها، ومضي 4 أشهر هي طلاق. وهذا القول الثاني إنما قيل قياسا على باقي الأنواع في العدد كلها. الطلاق لو قال أنت طالق إلى مدة كذا، وعدة الوفاة إذا مضت 4 أشهر و10 انتقلت العدة، وغير، وكذلك في قضاء الديون في كذا، بمجرد انتهاء انقضاء العدد المحدود يقع المعلق عليه، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بأبي هو وأمي شيئا. قال: فأي القولين ذهبت؟ من يحاور الإمام الشافعي؟ وكأنه محمد بن الحسن. قال: فأي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق، وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر قلت له: فئ، يعني ارجع أو طلق، والفئة الجماع. قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ لماذا؟ لأن الترجيح من غير مرجح باطل، لأنه تحكم، إن ليس أحد القولين أولى من الآخر إلا بدلالة أخرى. قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول، يعني لا توجد هنا سنة. في المثال السابق وجدت سنة وهو حديث سبيعة الأسلمي، وهنا لا توجد سنة، يوجد اجتهاد أنه أشبه بكتاب الله وأنه يوافق المعقول. هذا يعني دليل على أن الأدلة أو المستند الشرعي لا ينحصر في المنقولات فقط، وإنما يدخل العقل أيضا، لا ينحصر في المنقول بل يكون أيضا بالمعقول. طبعا كل بضوابطه، وقلنا ما قاله الإمام الشاطبي إن العقل إذا نظر في الأحكام الشرعية فإنما يسرح بقدر ما يسرحه النقل، يعني النقل هو حاكم على العقل أيضا، على نظر العقل، وهو يسرح بقدر ما يسرحه الإيه؟ بقدر ما يسرحه النقل حتى لا يتجاوز. فقلت، قال الإمام الشافعي: قلت رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر كان الظاهر في الآية
أن من أنذره الله 4 أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي 4 أشهر. يعني أن 4 أشهر حق للمولي، حق للإيه؟ للمولي، هذا هو الظاهر. لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي 4 أشهر. قال: فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل جعل له 4 أشهر يفيء فيها، يعني يفيء في أثنائها لا بعدها، يفيء فيها، كما تقول: قد أجلتك في بناء هذه الدار 4 أشهر تفرغ فيها منها. يعني قال: أجلتك في بناء الدار 4 أشهر تفرغ فيها منها، ما معناه أنك لابد تشتغل في 4 الأشهر، لكن لن تبني في آخر لحظة، لن تبني في آخر لحظة، لن تستطيع أن تبني بناء مكتملا في آخر لحظة. فيعني هذا مثل هذا، يعني كما تقول إني 4 أشهر هي حق له وله أن يفيء بعدها، قياسا نستطيع بالمعقول نستطيع أن نقول لك: لا، هو له أن يفيء فيه. وفي قراءة: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. قراءة شاذة حتى لا ينظر إلي يا منير، قراءة أنت جايبها منين دي؟ يعني قراءة ابن مسعود شاذة: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. قال: قد يحتمل أن يكون قد أجله ليفيء فيها لا بعدها، يعني كهذا المثال: قد أجلتك في بناء هذه الدار 4 أشهر تفرغ فيها منها. قال الإمام الشافعي: قال: فقلت له: هذا لا يتوهمه من خوطب به. أن هذا لا يفهم من الكلام هذا، من الآية، هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام، يعتمد هنا على السياق، في سياق الكلام. سياق الكلام في الآية غير سياق الكلام في القياس الذي ذكره، أو في العبارة التي ذكرها: قد أجلتك في بناء هذه الدار 4 أشهر. السياق هنا غير هنا، يعني كأنه قياس مع الفارق. يعني أنت تقيس شيء على شيء لا يماثله، لا يشبهه. ولو قال: قد أجلتك فيها 4 أشهر كان إنما أجله 4 أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها، فلا ينسب إليه أنه لم يفرغ من الدار، وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من 4 أشهر شيء، فإذا لم يبق منها شيء لازمه اسم الخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب 4 وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من 4. يقول: هذا القياس مع الفارق. أولا، هو لن ليس له سبيل إلا إذا مضت 4. وشيء آخر، إن الاختلاف هنا بين المثالين إن إذا بقيت مدة لا يستطيع أن يبني الدار فيها، كأن باقي 5 أيام أو باقي 3 أيام لا يستطيع أن يقيم بناء الدار، فهو هنا بان خلفه. لكن قضية الفيئة هذه تتم في لحظة، هذه تتم، ليست كبناء الدار.
قال وليس في الفيئة أو الفيئة دلالة على ألا يفيء الأربعة إلا مضيها، لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كان على ما وصفت تزايل، أي تباعد، تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر، ثم تزايل حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حقا، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. انتقل الحق بقى إيه؟ في فرق، إن الحق في الأول كان للزوجة في أثناء الأربعة الأشهر، وبعد مضي الأربعة الأشهر صار انتقل حق الحق من الزوجة إلى الله، فصار الحق حق مين؟ حق الله سبحانه وتعالى، بخلاف المثال الأول. قال ثم فإذا زايلها صارت إلى أن لله عليه حقا، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، انتقل الحق. لكن هناك الحق لم ينتقل، الحق في الأول وفي الآخر للذي قال له قد أجلتك في بناء هذه الدار كذا. فلو لم يكن في آخر الآية، هذا السياق بقى، السياق يعني هو قرينة تكون عقب الكلام تدل على المراد، والبعض يطلق السياق على القرينة التي تدل على المراد سواء كانت في أول الكلام أو في آخر الكلام أو في وسط الكلام، وبعضهم يطلقه على ما كان مع الكلام يكون سياق، وما كان قبله سباق، وما كان بعده لحاق. لكن في إطلاق أن السياق يشمل هذه الأمور الثلاثة. فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله أولاهما بها لما وصفنا، لأنه ظاهرها، والقرآن على ظاهره، أو بلغة الإمام الشافعي والقرآن على ظاهره، حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. إيه معنى على باطن؟ على باطن يعني مؤول، يعني على باطن المراد به هنا التأويل، يعني القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة أخرى تقوي الاحتمال الثاني، تقوي الاحتمال المقابل. فهو على ظاهره حتى تأتي دلالة من القرآن أو السنة أو الإجماع أنه يراد الاحتمال الآخر الذي هو خلاف الظاهر أو مقابل الظاهر، أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. قال المحاور فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت، أين هذا السياق؟ طبعا دلالة السياق من الدلالات العسرة التي يعني يصعب على المناظر أن يلزم خصمه به. ومن هنا قالوا أربعة لا تحتاج إلى دليل أو لا تفتقر إلى دليل: الحدود للتعاريف، والعوائد، والإجماعات، والسياقات. لأنك إذا قلت السياق يدل على كذا أقول لك وأنا لا يدل عندي، أنا لم أرى هذا الذي تراه، لأنه في كثير من الحالات هو ذوقي، فلا تستطيع أن تلزم به خصمك، لكن تستطيع أن تلتزم أنت به. لكن في مجال المناظرة والمحاورة والحجاج صعب. ولذلك يقول الإمام ابن دقيق، وهي قاعدة عسيرة على الناظر ذات شغب على المناظر، يعني عسر على الناظر ذات شغب على المناظر، وإن السياق قد يقابله سياق آخر، وقد تتعدد السياقات، وقد تتعارض أيضا السياقات، يعني في صعب. إني مع هذا الإمام الشافعي يعني بحجته القوية وبتمكنه من فهم كتاب الله
ومن السنة، وهو كان من أعلم الناس بكتاب الله في عصره، أراد أن يثبت له بالسياق، بدلالة السياق الحدود إلى التعريفات. التعريف قال: فما في سياق الآيات ما يدل على ما وصفت. قلت: لما ذكر الله عز وجل أن للمولي أربعة أشهر، ثم قال هذا السياق، سياق هو قوله بعد ذلك سياق، ثم قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما، أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر بلا إيه فصل إيه. طيب، مقتضى مذهب ابن مسعود ومقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة أن الحكمين المخير بينهما يقعان في، لا يقعان في وقت واحد، بل يقع أحدهما في أثناء الأربعة الأشهر والثاني بعد الأربعة الأشهر، لأنه قال إيه الفيئة تكون فيهن. طيب، وإذا انقضت يكون إيه الطلاق. فالله سبحانه وتعالى خير بين أمرين يقعان في وقت واحد، ولا التخير يعني هذا هو أصل التخير، إن الأمرين يقعان في وقت واحد. لكن مقتضى الاجتهاد الآخر أن الفيئة هو مخير بين أن يفيء وبين أن يطلق، إن الفيئة ستكون في خلال الأربعة الأشهر والطلاق سيكون بعد الأربعة الأشهر، وهذا خلاف السياق، هذا خلاف السياق. قال: فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهم، فإن فاءوا وإن عزم، أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق، يقول إما أن تفيء وإما أن تطلق، لكن بعيد عن السياق، يقول إما أن تفيء في الأربعة الأشهر وإما أن تطلق بعد الأربعة الأشهر، فيقع التخيير في وقتين مختلفين، والتخيير إنما يقع فيه لأن هذا مقتضى السياق، هذا كلام الإمام الشافعي. قال: فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما، أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكرا في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد، كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه أو نبيعه عليك بلا فصل، إما أن تعطي الحق الذي عليك أو نبيع في وقت إيه؟ في وقت واحد. وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل، لأن هذا سيكون من الأمور المرتبة، لو كأنك نقلت الباب أو نقلت المسألة إلى الترتيب، حينما أقول افعل كذا الآن أو كذا غدا، صار هذا مرتب ولا مخير؟ مرتب. صار هذا مرتب، لكن حينما أقول افعل كذا أو كذا الآن، هذا هو التخيير، هذا هو مقتضى التخيير. قال: ولا يجوز أن يكون ذكر بلا فصل، فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكر معا يفسح في أحدهما ويضيق في الآخر،
لأنه يعطيك مدة أربعة أشهر أنت فيها بالخيار، ثم يأتي بعد الأربعة أشهر في لحظة واحدة يضيق عليك. فدائما المخيرات تكون متساوية في الفرصة، فرصة الأداء. يعني الأول يقع في أربعة الأشهر وهي مدة فسيحة، هذا معناه يفسح فيه في أحدهم، والآخر يقع في وقت ضيق جدا، وهما مذكوران معا، وهما مذكوران معا. قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فيئة، هو يريد أن يلزمه بالتناقض. أنت تقول أنه إذا رجع في أثناء الأربعة الأشهر فهي فيئة، يعني قلت نعم كما أقول، يعني نعم يعني إيه؟ يعني أنا أقول هذا من باب التعجيل، كما إذا كان عليك دين وأقول لك معك شهر إما أن تقضيه وإما أن نبيع عليك السيارة مثلا، فإنك إذا أديت في أثناء الشهر فتكون قد تعجلت دينك، قد تعجلت أداء دينك، ما المانع في هذا؟ يقول قلت نعم كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه، وأنت محسن متسرع يعني فيه تعجيل يعني بتقديمه قبل يحل عليك، قبل يحل عليك يعني قبل حلول الايه الأجل. فقلت له أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم، أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر؟ قال فلا يكون الإزماع على الفيئة شيء حتى يفيئة، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه. يعني هل إذا كان عازم ولم يفعل، ثم عازم ولم يفعل، ثم عازم ولم يفعل في أثناء الأربعة الأشهر، فهل عليه إثم؟ فقال لا يكون الإزماع على الفيئة شيء حتى يفيئة، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه، ربما يكون مريض أو يكون مسافر أو يكون مسجون، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لا ينوي فيئة، خرج من طلاق الإيلاء، الإيلاء يعني، لأن المعنى في الجماع، لو جامع لا ينوي الفيئة خرج من طلاق الإيلاء، لأن المعنى الجماع ده المقصود. قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على ألا يفيئة، يحلف في كل يوم ألا يفيء، ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج